ومعنا للمزيد من التحليل الدكتور رضا محمد، مدير معهد المحاصيل الحقلية ورئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح. دكتور رضا أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يمكن تابعنا مع حضرتك اليوم بدء موسم حصاد القمح، وهو طبعا من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، ويمكن حضرتك ترأس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح لما له من أهمية استراتيجية كبيرة. كيف ترى اهتمام الدولة في الفترة الأخيرة بهذا المحصول الهام للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي؟ بداية بنشيد طبعا ان القطاع الزراعي بيشهد تحسن غير طبيعي، وعلى الرغم من التحديات اللي بتقابله، ولكن هذه التحديات ممثله مثلا في جائحة كورونا، من تغيرات وتقلبات مناخية، واخيرا الحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا، لان هذا القطاع بيشهد تحسن غير طبيعي. نعم. فخامة الرئيس بيقول اهتمامات غير عادية طبعا محصول استراتيجية، وعلى الأصنام طبعا القمح. احنا لحد السنه اللي فاتت كان مساحه القمح المنزرعه 3.4، السنه دي 3,650,000، المتوقع منها حوالي تقريبا 10 مليون طن. فخامه الرئيس بيقول اهتمام غير عادي في القمح، طبعا عايز السنه الجايه ان شاء الله يبقى الزياده دي تبقى بدل 260,000 تبقى 500,000، السنه اللي بعدها تبقى تقريبا مليون فدان. بمعنى اخر او باستفسار او بمعنى يوصل سريعا كده، ان احنا في خلال حوالي 30/3 نوصل للحد الامن، بنخش في حوالي 4.5 مليون فدان، وده بيوصلنا للحد الامن اللي نفصل حوالي تقريبا 70% من احتياجاتنا، غير ما يكون حوالي تقريبا 50-55% من احتياجاتنا، عشان ما نوقفش او ما نقابلش صعوبات زي ما حصلت قبل كده، وكانت نتيجه الحرب الدائره ان تلت تقريبا المستورد او الثلث احتياجاتنا كانت بتيجي من خلال دولتين زي روسيا واوكرانيا. نعم. فان شاء الله في خلال اصبح لدينا رؤيه في الفتره اللي جايه ان شاء الله في خلال سنتين او ثلاثه هنوصل باذن الله لحد الامن، وده من خلال طبعا التوسع في الاراضي الجديده اللي بتاعها المتمثله في ابل مصر، مثلا زي توشكا، زي شارع عينات، زي الوادي الجديد، زي الدلتا الجديده، كل دي الحمد لله اراضي جديده، وده بتوسعات بيضيف لها مساحات جديده عشان يكون ونوصل للحد الامن في فتره قليله ان شاء الله. نعم. ما هي كانت ابرز المعوقات التي كانت تقف امام التوسع في مساحه القمح، واستطاعت الدوله في السنوات السابقه التغلب عليها؟ بص يا فندم، هو طبعا احنا بنشتغل على كذا محور تنميه. المحور التنميه الاولاني طبعا اللي هو التوسع الراسي، اللي هو بتعظيم الانتاجيه، وده بيتم من خلال الحملات القوميه المنتشره في جميع انحاء مصر. قبل كده طبعا ما كانش بيتم بالشكل اللي هو المنظور ده، ولكن الحمد لله اصبح لدينا رؤيه بالنسبه للحمله القوميه للهدف الرئيسي تعظيم الانتاجيه في وحده المساحه. اصبح لدينا النهارده في ما لا يقل عن 3500 حقل وتجميع ارشاديه موجودين في جميع اراضي مصر او في جميع حقول مصر في ابل بحر مصر. الهدف منها ان انا اعظم الانتاجيه من خلال توصيات فنيه مثاليه، من خلال رؤيه او تثقيف الفلاح والمزارع عشان نعلمه وندرس له حاجه زي طريقه جديده، بنعرفه على صنف جديد. نعم. ده من خلال محور التنميه الراسي. في محور تنميه افقي الحمد لله يمكن كان اصبح لدينا برضه رؤيه في هذا المجال، ان احنا دلوقتي كان المليون ونص فدان اللي فخامه الرئيس بيتكلم عليهم اغلبهم بيعانوا من مثلا درجه حراره عاليه، من ملوحه. احنا قدرنا كمعهد محاصيل حقليه تابع طبعا لوزاره الزراعه، قسم بحوث القمح بيتبنى هذه الوضع بان هو يكون جاهز اوريدي بالنسبه للاصناف اللي هي بتتحمل الملوحه، بتتحمل درجات الحراره العاليه، والحمد لله بقى لنا ما لا يقل عن 3-4 سنين بنشتغلين في هذا المجال. رؤيه اخرى لا تقل اهميه عن هذا وذاك اللي هي تقليل الفقر. لحد 3-4 سنين فاتوا كان عندنا القدره التخزينيه تقريبا 1.5 مليون طن، اصبح لدينا الحمد لله دلوقتي قدره تخزينيه من خلال الصوامع اللي اصبحت موجوده ما لا يقل عن 4.5 و5 مليون طن ان لم يكن اكثر. فحاجه 3-4 محاور دول بنشتغل عليهم دولت، وان كانت الى حد ما كانت شغالين من خلالها، ولكن اصبح لدينا رؤيه ان احنا نشتغل بمجهود اكثر في الفتره دي. نعم. يعني نعم. إن شاء الله. بالطبع هناك عدد من الاليات اللي اتخذتها الدوله ايضا لتدعيم محصول القمح وضمان نعم. استمراريه هذه الانتاجيه. نعم. طبعا فخامه معالي الوزير طبعا في جهه ده اول مره تحصل ان هو قرار كان قرار تاريخي ان هو يجي مثلا قبل الموسم الزراعه ويتكلم على السعر او سعر التوريد، ده اصبح للمزارع رغبه ان هو يزرع ويكون مهتم اكثر عما كان في الاول. ومش كده وبس، جه فخامه الرئيس كمان وعمل زياده حافز توريد اكثر،
ان السنه اللي فاتت كان 700، السنه دي بقت 800، غير حافز التوريد اللي فخامه الرئيس اتكلم عليهم ال 800 بقى 885 جنيه، والحمد لله الى حد ما كان فيها مش ربح كويس معقول لاخواننا المزارعين. نعم، يمكن دائما ما يكون المزارع له دور كبير في هذه العملية وضمان هذه العملية. كيف استطاعت الدولة التوصل لصيغة مرضية لجميع الأطراف لتشجيع المزارعين بالطبع على توريد القمح بكل رضا وأيضا في مواعيده أو الكميات المطلوبة؟ هي الحمد لله في اجراءات بالتنسيق من الجهات المعنيه، مثلا زي وزاره التموين ووزاره الزراعه، الحمد لله عشان بنقلل بقدر الامكان. احنا الحمد لله يمكن كان لحد فترات بعيده شويه كان في توابير في حته التشوين، اصبح لدينا النهارده شوال متعدده ونقاط تجميع بالنسبه للمحصول في اماكن كتير الحمد لله. كان يكون اخواننا المزارعين فيش ابدا الطابور ده مش هنلاقيه، مش كده وبس، المقابل التوريد لا لم يكن في يومها في نفس اليوم، فاقصاها 48 ساعه بيكون مقابل التوريد موجود. اجراءات الحمد لله في النقاط التوريد التجميع اللي هي مرحله ما قبل التشويه اللي هي الشوال دي موجوده اصبحت بزياده عشان نقلل او بنسهل لاخواننا المزارعين عمليه التوريد للقمح على طول في نفس مجرد ما بيشيل او بيحصل قمحه، يبقى في اجراءات سهله وميسره بالنسبه له. حافز التوريد قد يكون في نفس اليوم او باقصاها 48 ساعه بيكون مقابل التوريد معاه. نعم، يمكن الدولة أيضا اعتمدت في الفترة السابقة على توفير ماكينات وآليات حديثة وطرق حديثة لحصاد القمح وأيضا تخزينه لفترات طويلة. نعم، الحمد لله لدينا قدرة تخزينية الحمد لله في الرؤية، وإن كانت الحمد لله يمكن من فترة قريبة زي ما قلت ساعات كده كانت 1.5 مليون طن، أصبح لدينا رؤية دلوقتي وعندنا واقع إحنا بنعيشه الحمد لله، الصوامع اللي موجودة بتستوعب ما يقل عن 4.5 5 مليون طن. عندنا الحمد لله يمكن في مخزون استراتيجي لحد كان فخامه الرئيس بيتكلم على فتره كان معانا مخزون استراتيجي كان فينا 4 شهور، والحمد لله موسم الحصاد بدا يمكن السنه دي من اول 4. كل سنه حضر اخواننا المزارعين كلهم طيبين ان شاء الله، موسم خير علينا على مصر الحمد لله، اجواء مثاليه للقمح السنه دي في صعيد مصر وفي بحر مصر الحمد لله، وده بيبشر بالخير ان شاء الله يكون عندنا ما لا يقل عن 10 مليون طن، وان شاء الله متوقع ان شاء الله يكون ما لا يقل عن 6 ل 7 مليون طن توريد بإذن الله. نعم، أيضا هناك إنشاء أو توسع في إنشاء الصوامع بالإضافة بالطبع إلى اتباع أساليب جديدة للري في الفترة الأخيرة، وده يمكن توجه من الدولة في الفترة الأخيرة وتوعية المزارعين بالطبع بهذه الأساليب الجديدة. والله احنا بنشتغل في كذا محور زي ما قلت سعادتك كده، بالنسبه للاراضي الجديده كل دي اراضي بنتبع معاها سبل الري الحديثه من الري بالتنقيط والري بالرش من خلال المساحات الجديده كمان، وده بيؤهلنا اصلا ان احنا مثلا في ظل نقص المياه الموجود والاراضي اللي موجوده دي كلها اراضي جديده بتعاني من نقص في المياه والخصوبه، فالحمد لله بنشتغل وبنتابع ونواكب الامور اللي احنا بنتابع بنشتغل من خلال الري الحديث، ري بالتنقيط وري بالرش، والحمد لله اصنافنا كمان يمكن قسم حوض القمح بيتبع باستنباط الاصناف اللي بتجود في هذه الاراضي، والحمد لله شغالين بلا اقل في مجموعه اصناف 20 صنف وسلاله موجودين في ابل واحد مصر من قمح الخبز وقمح الديورم منتشرين، منهم ما لا يقل عن 4 5 سلالات بيجودوا بقى لهم كام سنه اداء كويس جدا في المحصول في الاراضي خاصه اللي بتعاني من نقص المياه ونقص وبتعاني من الملوحه. نعم، الخطط المستقبليه لزراعه محصول القمح في مصر وزياده الرقعات الزراعيه. نعم، عندنا الحمد لله يمكن في توشكا مساحات كبيره جدا، في عندنا في شارع العوينات، في عندنا في الوادي الجديد مستقبل مصر كله ان شاء الله في هذه المحافظه، في عندنا دلتا جديده، كل دي اراضي الحمد لله انضافت لها مساحات كبيره ان شاء الله، يمكن اغلب المساحات اللي انضافت من ال 265 الف فدان السنه دي دلوقتي اغلبهم من مساحات الاراضي الجديده دي، وان شاء الله متوقع زي ما قلنا كده فخامه الرئيس بيتكلم من عايز 500 الف فدان السنه الجايه، السنه اللي بعدها مليون فدان. نعم، بشكرك شكرا جزيلا الدكتور رضا محمد مدير معهد المحاصيل الحقليه وايضا رئيس الحمله القوميه للنهوض بالقمح، شكرا جزيلا لك.